بوقت مقابلة شغل كتير مهم تفرجي إنك واثق بحالك وتخلي الشخص اللي عم بيقابلك يوثق فيك. ما تنسى إنه الهدف هو التواصل وبناء علاقة مع المحاور، مش إنك تعجبه. قبل المقابلة كن مستعد وعارف منيح المنصب والشركة اللي عم تتقدم لهم وكيف تلبي بمهاراتك ومؤهلاتك معايير الوصف الوظيفي. كن مرتاح. تمارين التنفس وتمارين اليقظة بتساعدك تهدي أعصابك وتحافظ على تركيزك. صور حالك بمقابلة ناجحة. تخيل كيف عم تمشي للمكتب وكيف عم تسلم على المحاور وكيف عم تجاوب على الأسئلة بثقة.